بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين. كيف كتشوفوا احنا الحمد لله الدلع راه كيتهز وبخير وعلى خير، امور مزيانه، ما كاين لا براله وبرالو لا والو. كاين واحد الفئه اللي ضرات بديك المقال ديال البرا، ولكن الحمد لله كاين الناس الحمد لله الدلع كيتهز كما شفتوا فياش قدامكم. دابا كيخوى الدلع كما كتشوفوا، كان بان واحد الفيديو مؤخرا كيقول لك ان الدلع مسموم قدام الناس، هربوا على المنشور. فهمتيني اش كتقول لهم انتوما؟ كتشوفوكم دابا الزايدين مازال كتحطهم في الدلع، واش كاين اقبال؟ الحمد لله الاقبال ممتاز، الاقبال مزيان والناس كتهز الدلاع كما قلت لك. غير واحد الفئه اللي تاثرت بداك الفيديو، وداك الفيديو غير واحد الفئه عينه في شي حاجه، وديك الحاجه الله اعلم ما وصلها. الله اعلم الدلاع موجود والدلاع بخير، ثمن الدلاع ثمن مناسب. الدلاع المليح دابا هو كي كتشوف جوج درهم الكيلو. الدلاع شحال كتوصل من الكيلو؟ كاين الدلاع ما بين 25 حتى 15 كيلو. واش كتقول الناس اللي شافوا الفيديو؟ واش هادشي كنقول دوك الناس اللي مأثره بداك الفيديو؟ راه ما كاين حتى شي حاجه، احنا كيف كتشوفوا غنحلوا الدلاعه قدامكم وغناكل منها انايا. يعني كانت شي حاجه غتصيبني انا الاول، ما غتصيبكم نتوما. راه الدلاع عارف محمد، راه خش الدلاع عارف. شنو الدلاع هذا اللي كتهبطوا فيه دابا؟ شنو المنطقه هذا؟ المنطقه ديال شيشاوة ديالنا واحد مراكش. كاين طالب حتى كتشوف كل معينك الناس كتبيعوا في هاد البلاصه مده 3 اسابيع. الحمد لله الامور امور مزيان، امور غدا بخير على خير، الدلاع بخير كناكلو، امور غدا بخير وعلى خير، اللهم لك الحمد. وكتشوفوا الفياج كنخويو فيه، وفياج خرج جاي في الطريق، باش كما كتشوفوا الامور غدا بخير وعلى خير، اللهم لك الحمد. هاد العام اش كتقول الناس؟ ما كاين لا مرض لا والو اخويا، حنا الدلاع كنضلو ناكلو فيه، ما كاين حتى حاجه. هذا هو الفياج الثالث، ما كاين لا مرض لا والو. المشرى اخويا راه شارين بالغلا وكنبيعو، ما كاين لا 10 دريال لا والو، حيت هذوك الناس اللي قالوا كاين 10 دريال ما كايناش في السوق. شو الدلاع كي داير اصاحبي؟ واحد الناس اخويا، واحد الناس كانت تقول الدلاع ب 10 دريال، ما فهمتش الدلاع ب 10 دريال. الدلاع طيحت حنا ب 26 ريال كيلو باش تجيبوه، وتيقول لك 10 دريال. شو الدلاع كي داير؟ الدلاع تاع 10 دريال هذا؟ المليح المليح تبارك الله، المليح والحلاوه تبارك الله. شوف هذا الدلاع شتي كي داير؟ اللي بغى الدلاع شي عدو تساعد.